رجعنا نتواصل من جديد مع كل مشاهدينا في كل مكان. وطبعا يا معتصم، نعم الاهتمام بالجمال شيء طبيعي جدا في حياتنا، خاصة عند المرأة. المرأة بتحب دائما انها هي تهتم بجمالها، وفي الجمال تحديدا ببشرتها. تهتم ببشرتها، تحاول انها هي تتمتع ببشرة صحية، الا انه في بعض الاشياء ممكن تسبب مشاكل في البشرة. والمشاكل في البشرة تحتاج منك انك انت تتابع مع طبيب مختص، خاصة في التجميل العلاجي. لما نقول علاجي اللي هو خاص بالبشرة، ما التجميل العادي اللي احنا كلنا بنقدر نقوم به في البيت وفي المنزل. اليوم هنتكلم عن مشاكل البشرة السمراء، وتحديدا التجاعيد. داخل الاستوديو معنا دكتور سعاد دفع الله الامين، اختصاص التجميل العلاجي، طبيبة تعمل في بريطانيا او كانت تعمل في بريطانيا، الان جات للسودان بعد التغيرات الكبيرة اللي طرأت علشان ما تغير مفهوم العلاج التجميلي في السودان. داخل الاستوديو، اهلا بك دكتورة سعاد. اهلا بك، اهلا وسهلا، كيفك؟ الحمد لله تمام. صباح الخير. صباح النور. وعدتي بعد الثورة؟ ايوه، انا اصلا كنت جيت قبل الثورة بشوي، حضرت ايام الاعتصام، لكن جيت حاسة بعد الثورة، مفكرة طبعا في الاستقرار الدائم في السودان بعد غربة طويلة 15 سنة. الحمد لله على السلامة. 14 سنة. نعم، بحتاج السودان. ايوه نعم. من الحاجات، احنا قبل ما نمشي ونشوف الكلام اللي يمكن تكلمنا عنه لينا، مهم جدا الناس تعرف الفرق شنو لما نقول تجميل علاجي ونقول تجميل، يعني أوكي. في كوافير، في يعني يا ريتك تدينا الشعرة بيناتهم الاثنين. اوكي، نحن بالنسبة لنا نحن التخصص ده اصلا بدأ في الغرب. نعم. التخصص ده عبارة عن تخصص التجميل العلاجي او الاستاتيك ميديسن. التجميل العادي احنا بنسميه هناك بيوتي ثيرابي. اوكي، الحكاية دي بتدرس، الناس بيقروها في كليات، بيقروها في شكل دبلومات وفي شكل كم سنة، بتبدأ من سنة لثلاث سنين. طيب أنا بالنسبة لي أنا طبيبة، لكن الحاجات دي مثلا لما اتبدت بتبدأ كيف إنه أنت دار تعرف الفرق. الفرق الأساسي في ناس مثلا اللي هم البيوتي ثيرابيست أو الأخصائيين بتوع التجميل، ناس الميك اب ارتست اللي بيعملوا الميك اب، الناس اللي بيعملوا اللي بينظفوا الوجه النظافة العادية بالفيشل، الناس اللي بيعملوا الكوفير، الشعر، الكيراتين، الحاجات زي دي. يلا ديل هم البيوتي ثيرابيست. نعم. أو الهير دريسرز معاهم طبعا، اللي هم الناس اللي بيعملوا الشعر. يلا فريقهم من الأستاتيك ميديسين أو التجميل العلاجي، إنه ديل بيكونوا دائما الناس التجميل العلاجي ناس جايين من ميديكال باك جراوند، سواء كانوا احنا بالنسبه لنا في بريطانيا اللي هي دي الحته اللي انا اشتغلت فيها مده طويله في المجال ده. في بريطانيا احنا عندنا الاستاتيك ميديسن ده بيعملوه الاطباء او الطبيبات، بيعملوه برضو دكاتره الاسنان، وعندنا كمان لان احنا النيرسنج عندنا 4 or 5 years، 4 أو 5 سنوات الدراسه بتاعته، فبيعملوه برضو النيرسز الممرضات او الممرضين لكن المسجلين تسجيل في المجلس يعني. نعم. فبرضو هو بيقى مسموح لبعض الناس، يعني للدنتال تكنيشنز، للناس بيشتغلوا في الاسنان غير الدكاتره، دكاتره الاسنان، لكن ديل بيشترض عليهم انهم يقروا سنوات طويله. لانه من الصعب انا اشتغل على جلد واحده او واحد او طفل او اي زول دار اعمل له تجميل عنده مشكله، من الصعب انا اشتغل وانا زول ما عندي معرفه او درايه او خلفيه بانه هو عن السكن مثلا. صح. الجلد ده ما حاجه سهله. الجلد ده هو اكبر عضو في جسم الانسان. نعم. اكبر عضو. فما من السهل انه انا اقوم اجي اقول خلاص يا فلانة أو يا فلان تعال أنت أعمل لي مثلا تقشير كيميائي لفلانة، أو تعال أعمل لي حقنة بتاعت بوتوكس لوحدة عشان تعالجات التجاعيد بتاعتها. بعدين مشكلة. طيب احنا نتكلم عن التجاعيد نفسها، تجاعيد البشرة السمراء تحديدا، الأسباب الأولى ما ليس له عرف السبب قد يتجاوز أو عرف العلاج. طيب احنا بالنسبة للبشرة السمراء، من حظنا نحن أصحاب البشرة السمراء اللي هي بنسميها من تايب 4 لحد تايب 6، في تقسيم معين بالنسبه لدكاتره الجلديه او للاطباء او للناس عامه، بنقسم احنا الجلد لانواع. طيب على حسب اللون او التون بتاعت الزول. طيب بالنسبه لنا احنا ناس البشره السمراء محظوظين جدا انه ان احنا ما بتجينا تجاعيد بسهوله، بتسهر يعني. أيوة. ما بتجي بسهوله، يعني مثلا تلقي مثلا الوحده لما تكون بيضاء او حلبيه من السهل تلقي الخطوط بدات تصهر لها او التجاعيد تصهر لها. نعم. نجي للاسباب بتاعت التجاعيد. قبل الاسباب بتاعت التجاعيد انا دايره اوري السبب انه ان احنا ليه ما بتجينا بسهوله التجاعيد. نعم. التجاعيد
واحدة من الأسباب الأساسية بالنسبة ليها هي الصن أو الأشعة بتاعت الشمس. طيب نحن عندنا طب خلايا، الخلايا دي عند الناس كلهم سواء كانوا الناس ذوي البشرة البيضاء أو السمراء. اللي هي الخلايا دي هي الخلايا الصبغية أو الميلانوسايتس، بتنتج الميلانين اللي هي الصبغة بتدينا اللون الداكن. طيب الفرق إنه نحن الناس السمر الميلانين عندنا أكثر، والخلايا بتاعتنا موزعة مركزة في طبقة الجلد، في طبقات الجلد. فلما تكون مركزة الميلانين ده ذاته بيحمينا، الميلانين ده عنده حاجة كويسة جدا إنه هو بيحمينا كان واقي يعني واقي. نعم. عشان كده بتلقى الناس اللي بيلجأوا للتبييض أو للحاجات أو التبييض السريع بتلقى عندهم مشاكل لأنه بتحصل لهم حروق من الشمس. نعم. أو بتحصل لهم تصبغات أو كلف. دي واحدة من الحاجات لو لقينا فرصة ممكن نتكلم عنها. نعم. برضو نعم. أنا دائرة أشوف الأسباب هي اللي ما تكلمنا عنها، لكن أنت تفضل قول. نعم. لا نحن الأسباب دي لأنه شيء مهم جدا، الأسباب عشان الناس تبتعد عنها. يعني ما الواحد بلاحظ الآن يعني الكلام اللي قلت قبل شوية، نحن بشرتنا سمراء. أيوة. بعد شوية بتلقى ألوان البنات بدأت تتغير بألوان متعددة. أيوة. هل ده بسبب انه يعني انتهت عندهم الـ 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 العنصر اللي بيقدر يقاوم الشمس مثلا السمارة اللي انت قلت قبل؟ طيب احنا المشكلة هنا في السودان عندنا مشكلة كبيرة جدا الناس ما ملاحظين لها. كل واحدة او كل بيت او معظم البنات دايرين يفتحوا لانه اللون الفاتح بيعتبروه هو يعني حاجه للجمال. كان طلعت قبل كده حمله وانا كنت واحده من المناصرين لها انه كيف الوحده تعتد ببشرات السمراء، كيف الوحده تحبها. طيب الفكره في انه انت لما الوحده مثلا انا ما عندي مانع انه الوحده تحاول تفتح لونها، كل زول حر في جلده او في لونه اللي عاوزه، لكن المشكله انك انت تفتحي او تعملي الحاجات بطريقه امنه. ليه؟ لانه ممكن يحصل تغيير، انت التغيير ما بيحصل بس في اللون، بيحصل في الخلايا. زي ما قلت لكم احنا لما نفقد الميلانين، احنا لما نعمل كريم بتاع تفتيح او نعمل حقن بتاع التفتيح، الحقن انا ما ضدها، كنت ضدها طبعا لكن حسب قد ما ضدها صراحه لانه على حسب نوع الحقنه. اللي بيحصل انه الحاجات دي بتثبط او بتوقف انتاج الميلانين. فالميلانين بيكون ما في حمايه بعد من الشمس. والشمس دي هي السبب الاساسي لتكوين التجاعيد. غير الايجينج اللي هو العمر. العمر واحد من الاسباب برضه. الجفاف. يعني الوحده اللي ما بتشرب مويه كثيره، الوحده الفاقده سوائل بتلقى دائما اول واحد بتلقى عنده خطوط في جسمه. في وشه. الثاني عدم العنايه الصح بالبشره. يعني مثلا احنا حاسه دي فرصه، احنا في الشتاء واللي هو الوينتر طبعا بالنسبه لنا، الشتاء ده مشكله كبيره، الناس بيعانوا فيه من القشره وبيعانوا فيه، وبتقدر تلقي الوحده تجاعيدها ظهرت اكثر. فلازم الوحده تعرف تعتني ببشرتها في الشتاء وكمان في كل الفصول. نعم. بنجي هنا لحكايه العنايه دي، انه انا بنقسم احنا الاستاتيك دكتورز عامه او الاطباء المعتنين اطباء العنايه بالبشره او العلاج الطب العلاج للبشره، بيقسموا الناس على حسب اعمارهم. يعني مثلا انا بوصي كل وحده فوق عمر ال 25 انها تستعمل كريم شمس سان بلوك او سان سكرين، حاجه تمنع وصول الاشعه بتاعت الشمس، عازل اللي هي بيكون فيها سان بروتكشن فاكتور او عامل بتاع حمايه من الشمس. طيب فبوصي كل وحده في السودان بالذات وفي الخليج وكمان في اوروبا برضو وفي امريكا وفي الغرب عامه انها تستعمل السان بروتكشن فاكتور ابدا من 30 فما فوق. احنا ما زي الناس البيض، احنا ما بنحتاج لسن بروتكشن فاكتور عالي جدا، لكن انا بنصح دائما ان الوحده تبدا من 30 او 50 فما فوق. 50 بلس. نعم. الحاجه الثانيه انك انت لازم لو عرفتي السبب زي ما بقولوا بيبطل العجب وبيعرف العلاج. احنا ليش الشمس بتاثر على بشرتنا؟ احنا عندنا حاجه اسمها الكولاجين. الكولاجين ده موجود في معظم او تقريبا كل الانسجه في جسمنا، حتى في شعرنا. اوكي. الكولاجين ده مشكلته انه بمرور الزمن بيقل انتاجه اللي هو مع الايجينج او تقدم العمر. اللي بيحصل انه قله الانتاج ما هي السبب بس للتجاعيد او للبشره التعبانه، اللي بيحصل انه الكولاجين ذاته مع الشمس بتكسر. ومع الشمس ذاته السن ريز، احنا عندنا نوعين من السن ريز بنخاف منهم جدا، يو في اي ويو في بي، الالترا فايولت لايت اي وبي. بي ده هو اللي بيحرق، اي ده هو اللي بيعمل المشاكل بتاعت البشره بتاعت التجاعيد والكلى. طيب وبيعمل سرطان برضه. نعم. طيب يمكن يعني كثير من خبيرات التجميل بيقولوا انه لانه يعني موقعنا الجغرافي يعني في كالسودان يعني الشمس عالي جدا، يعني درجه الحراره تكون عاليه جدا جدا. فالافضل انه يكون الصن بلوك او واقي الشمس عالي عالي. أيوة. حتى لو كان 100% يعني 30. انا احنا بالمناسبه حسيت طلعت 130. انا عندي في الكت القدامي ده
عندي سن بروتكشن فاكتور، العامل بتاع الحمايه من الشمس 130% و130 بلس كمان. كلامك صح جدا جدا يا لينا، لانه الشمس انا صعبه شديد يعني. وبعدين حتى كده استخدامه داخل البيت، ما الا تطلع للشمس. دي الحاجه انا دايره انبه لها. شكرا لك جدا يا لينا. دي الحاجه دايره انبه لها النسوان والبنات. الفكره في انه انت لما تكوني واقفه بتطبخي في حلتك، واقفه في المطبخ، احنا معظم المطابخ بتاعتنا الشباك قزاز وفاتح على الشمس حتى لو ما فاتحينه، فلازم تنتبهي انه اشعه الشمس دي بتصلك بالذات اليو في بي. اليو في بي لو انت قفلتي الشباك بيصلك اليو في اي الانعكاس. فبالحاله دي انت ما تقومي مثلا تكون تستعملي كريم تقشير، ما تستعملي كريم تقشير وتجيبي في الشباك. اعملي كريم شمس. دكتوره سعاد حقيقه احنا سعدنا بك، وان شاء الله حنلتقي في حلقات قادمه. بيقولوا الزمن انتهى، يمكن حنتكلم عن حاجات كثيرة جدا، لأنه في استعمالات خطأ، في الناس بتمشي للحتة الخطأ، ده كله حنتكلم عنه. ونحن بنحييكم ونشكرك إن شاء الله. شكرا لكم. هو طبعا الحلقات الجاية لازم حنتكلم عن البوتوكس والفيلر وكيف تعالج التجاعيد، وكل المواد اللي قدامنا دي هنتعرف عليها إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك دكتورة سعاد دفع الله الأمين، اختصاص تجميل علاج على هذه المساحة. أهلا وسهلا. شكرا لكم. شكرا لك كثير، وحنلتقي إن شاء الله من خلال صباح الأحد، ونتكلم عن مواضيع مهمة لينا. نعم. والناس مرات استعمال الأشياء الخطأ بيكون نتائجه صعبة وكارثية، بيكونوا محتاجين لنصائح، لأن هم يقدروا من خلال نصائح دي يتعاملوا مع بشرتهم بالصورة الجميلة. أنا كل إنسان بيتمنى أنه يتمتع ببشرة جميلة وحلوة خاصة. نعم. في السعودية. نعم. فاصل مشاهدينا الأعزاء، ثم نعود لنتواصل.